السلام عليكم. في سؤال بيقول: أين المشكلة إذا رسمت ميكانيكال على تمبليت معماري أو إنشائي طالما كل الخصائص موجودة والفرن يتعمل بشكل جيد؟ طيب خلينا نبدأ مع بعض. أقول له فايل نيو بروجكت وأختار تمبليت معماري وأقول له أوكي. هاجي على سيستم واقول له ان انا عايز ارسم دكت، هيبدأ يرسم معايا الدكت. اول واحد ما فيهوش مشكلة، تاني واحد هيرفض. هيرفض ليه؟ عشان ما فيش الفيتنج، ما فيش الكوع، ما فيش القلبه. تمام، هتلاقيه يرفض تماما، يعني مش هيدي رسالة خطأ، لا ده مش قادر يعملها. تمام، طيب ليه؟ بص هنا ومفيش اعدادات، يعني اصلا مش عارف ارسم تاب ولا تي ولا ايه بالظبط. يبقى انا اول ما هبدا بقى اشتغل من التمبليت المعماري لازم ادخل الايديت تايب وادخل هنا في الروتينج بريفرنس الايديت وابدا احدد الالبو. هلاقي مفيش فاميلي، فاضطر ان انا احمل الفاميلي. الجانكشن مش موجوده، الكروس مش موجوده، كل الحاجات دي مش موجوده، فمبقاش تمبليت. كانك قلت انا عايز ابتدي شغل من غير تمبليت. ونفس الكلام ده بالنسبة للبايب والكيبل تري وكل حاجة خاصة بالكهروميكانيكال. الترمينال هيقولك مفيش فابلي، فاضطر ان انت تحملها. الضغط اكسسوري مش موجود، فاضطر ان انت تقعد تحملها. تيجي تطبع تلاقي الالوان ضربة، فاضطر ان انت تعملها. الاسكادولات مش موجودة. كأنك فعلا بالظبط قلت له انا عايز ابتدي من غير التمبليت. فهي هل ممكن اشتغل؟ اه، بس هتاخد مني ساعات طويلة ويمكن يوم كامل في ان انا اظبط كل شوية الاعدادات. كل شويه اروح على قائمه مانج واروح داخل فين الليرات، فين الالوان، فين كذا، فين كذا. البروجكت انفورميشن، السنابس، الاوبجكت ستايل، البروجكت بارامتر، وهكذا. فهتلاقي وقت كتير جدا ضاع فقط فكره التمبليت. الاحسن انا هشتغل ايه؟ هشتغل معماري، فببدا تمبليت معماري. هل ممكن اعمل تمبليت في كل حاجه؟ اه ممكن، بسيطه، ده هي شويه اعدادات. وممكن تستخدم امر مانج مثلا ترانسفير بروجكت ستاندرد وتنقل الاعداد بتاعت ميكانيكا وكهرباء للتمبليت المعماري وتبدا تشتغل عليه عادي. فانت كده خلاص معاك تمبليت ينفع تشتغل معماري وانشائي وكهروميكانيكال. لكن احنا غالبا على اساس ان ممكن يكون غالبا بنستخدم الريفت في مشاريع كبيره مش مشاريع صغيره، فبيكون الافضل ان احنا نقسم. فلذلك بقى نقول ليه خلاص خلي تمبليت معماري وتمبليت انشائي وتمبليت كهروميكانيكال. لكن لو انت بتشتغل مشاريع صغيره فيلل وكده ممكن تعمل كله في ملف واحد وتظبط الاعداد بتاعته وتشتغل عليه عادي من غير اي مشاكل.